المرة دي يا حضرة السعودية اللي ما يعرفك يجي لك. معلش يا سمح. سمحني ده انا مبسوط منك لانك قمت بالواجب بتاعك وزيادة كمان. بتضحك يا ابن العبيطة. العفو العفو. عفو مني يا رفضي يا ابن الرفضي. بس يا حميدو خلينا نخلص شغلنا. الله يخليك يا حضرة الضابط. اتفضل يا حضرة الضابط. اتفضل يا حضرة الصوره. اتفضل. لا 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 خلينا زي ما احنا. احنا اتنين متشردين بتعمل لهم محضر تحري. اوعى تغير معاملتك لينا والا يبوظ الشغل كله. حاضر يا فندم. حاضر. بلاش يا فندم دي. حاضر يا فندم. طبعا ما بلاش يا فندم دي. اسمع يا شويش عطيه. نعم. الباز يا فندم جاي هنا دلوقتي. ايوه فندم. تمشي في اجراءاتك قدامه بالظبط كاننا اتنين متشردين واقفين قدامك. حاضر يا فندم. الله. يا شويش انت ما بتفهمش. بلاش يا فندم. طيب يا مجرم. برافو اهو ده الشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا شويشنا. صباح الخير يا باز يا فندم. ايه خير في ايه؟ الولدين المتشردين دول قبضنا عليهم وما لقيناش معاهم بطاقات شخصيه وعاوزين حضرتك تضمن عليهم. بطاقات شخصيه بس؟ اه امال كنت فاكر ايه؟ لا 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 ابدا ولا حاجه. يا سلام ده انا اضمنكم بعينيا الاثنين. اه انت تعرف الاوباش دول منين يا باز يا فندم؟ والله دول فيهم واحد عديلي انا. اه مش كده يا ابن حميدو؟ اه انا ليا الشرف يا باز افندي. بتضحك قدامي يا رفضي. الله الله الله. انت هتقف كويس ولا استعمل لك الجزمه الميري يا متشرد يا ابن المتشرد؟ يا سيدي كتر خيرك متشكرين. تسمح لنا نروح بقى؟ نروح ليه؟ في بيت ابوك فين؟ ده انت لسه قدامكم اجراءات وفيش وتشبيه ويلا سودا على دماغك ودماغ اللي خليتك. طبعا اذنكم بقى لغايه ما تكملوا اجراءات القريه بتاعتكم انا هروح البيت ابشر الجماعه واجيب المأذون انا. انا رفضي. انا مش هسيبك الا لما اشرب من دمك. وبعدين معاك يا ابن حميد احنا جايين انا نهزر ولا ايه؟ الله يخليك يا حضره الضابط انا متاسف اللي حصل والله. بالعكس انت كان لازم تعمل كده قدام الباز واي واحد يخش علينا. متشكر يا حضره الضابط بس ما احبش حضره الصول يكون زعلان مني. انا غلطان يا حضره الصول انا متاسف. اعمل معروسك. انا هخرب بيتك وبيت اللي خلفوه. تعرف لو اشوف خلقتك قدامي تاني مره عشان سطهالك انت صاحب الشنطه. انت لسه واقف قدامي يا صنم يا ابن الصنم يا بغن يا ابن البغن. امشي طبعا. امشي. امال هو انا ليا بركه غير الست حميده؟ الهي يسعدك يا جوز اختي. ما كانش حد يعرف يخلصهم ابدا غيري انا. انا امال كلك شهامه يا باز افندي. وعلشان خاطر عزيزه كمان تكون مبسوطه ذنبها ايه؟ هو يعني عشان خاطر خطيب اختها كان هيخش السجن ومن المسجينه تنحرم مني انا؟ انت حبيبي ارحم دموعي. يا ولي يا حرام عليك ده انا لسه خارج من كاس العزاء. سلامتك يا قمر. احنا متشكرين خالص يا باز افندي. العفو يا اخي العفو العفو العفو. انا عملت كده بس علشان خاطر الزوجه وخطيبتي. ربنا يتمم بخير يا باز افندي. هيتمم بس من هنا ورايح بقى لازم تمشوا بعقل. فضل اخي المره الجايه انا مش موجود يبقى مين رايح يخلصكم؟ لا عندك حق مفهوم. الغرض حمدلنا على سلامتكم. وقدر ولطف يا سي حسن. انا من بكره الصبح هنتشل النورمان تو تو. لكن هتعرف تطلعها يا ريس حنفي؟ حتما لازم اطلعها. دي لو حكمت هجيب لها جنرال هويلا ولا يكون عندك فكر. وانا لكم عليا من يوم الخميس هتلاقوا المأذون جاي ويخش سيدنا على ستنا وستنا على سيدنا. الله عزيزه وزه. اهلا ست نتانيا. مرحبا ست الحسن واللطافه. اهلا يا ريس حنفي. الله مش انتوا اللي مسكوا البوليس امبارح؟ ايوه اصل ما كانش معانا بطاقه شخصيه. ازاي دول قالوا عليك تجار مخدرات؟ مخدرات يقول الجدع اللي يثبت. تعجب. ها يا ريس حنفي. انا في الخدمه يا جميل. الجماعه جايين بكره بدري. انت ما قلتلوش يا باز افندي؟ والله كنت لسه هقول له انما بقى يظهر الفرحه نستني. الصبح حضر نفسك بدري هفوت عليك اخر. من نجمه جاهز تحت امري. تروح فين يا ريس حنفي؟ انت نسيت النورماندي ولا ايه؟ ايوه الله صحيح بس مش معقول اسيب الناس دول وانا بطلع منهم بقرشين كويسين. ناس مين دول يا ريس حنفي؟ جماعه من مصر اصحاب الست لتانيا بيجوا يصطادوا على الساحل. طب هما محتاجينك في ايه؟ ما يسلمش الامر انا اقول لهم شويه ميه شويه دم وكمان عشان احرسهم لان الحته دي مقطوعه. عادي.
طيب ما تقعد انت والريس ويلر تطلعوا لنا نورماندي واروح انا وحميد وبدالك نخدمهم. موافقه يا ست لتانيا، انا اضمنهم برقبتي. ما فيش مانع، واحنا تحت امرك من الصبح بدري. على خير الله. ما تنساش معادنا يا بازفاني. لا انسى ازاي، ده معقول؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طيب حشيش؟ الحشيش ايه؟ احنا بتوع حشيش؟ احنا يا اخويا حشيش بس. الله بنت التفتة تطلع ايه دي يا بازفاني؟ ولا اعرفه. تكونش شوكولاتة. صلاة النبي أحسن. أحسن. قرايبك الناس اللي جايين دول؟ فمالك يا أخي؟ لا يعني بسأل، فيهم ستات حلوين زي كده؟ وافرض إحنا فيهم حلوين، أنت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. أنت حلباوي أوي. يعني؟ أفندم. أهلا ابن حميدو، ازيك يا حسن؟ إيه بتوقفنا علشان إيه؟ عاوز تفتشنا ولا إيه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش أعرف إنكوا فيها. لا والله فتشني فتش. يا سيدي معلش، حقك عليا، مش قصدي، ده أنتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اتفضل يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله إن إحنا اللي راكبين. أهو ده اللي كان ناقص. تجيش تفتشنا أحسن. ما قلنا معلش بقى يا ابن حميدو. الله. شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامة يا ابن حميدو. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشني. عيب يا مدام، ده احنا بقالنا 12 سنة رايحين جايين في الدكة دي. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس ما مات. حصلت البركة. عارف. اهو ده اللي كان ناقص، كنت تعالى فتشنا احسن. عند الشجر اللي هناك. اهم جم. الله، انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ يا ستي كل نقطة يفتشونا ربع ساعة. ها؟ مساكين. ليه؟ انتوا ما تفتشتوش؟ بشر، بصي، شايفة دول؟ ابن حميدو! حسن! الله، فين حنف المال؟ كان مشغول النهاردة وبعت الجماعة دول بدال. ودول اللي ما بتفتشوش؟ أبدا، يعني هيخدمونا من كل ناحية. تبقى عال قوي. نزلوا الحاجات من العربية والخيمة الكبيرة.